يمر كوكبنا بجائحة صحية تعتمد أدوات الوقاية منها على البلاستيك لتصنيع الكمامات والقفازات وملابس الوقاية الطبية والإبر الصحية وغيرها. وبحسب تقرير نشرته دورية فورتشن بيزنس إنسايتس، فمن المتوقع أن يصل حجم سوق الأقنعة الطبية العالمية إلى أكثر من 4 مليارات دولار أمريكي بحلول نهاية العام 2027، بعد أن كان يبلغ نحو ملياري دولار قبل الجائحة. وهذا يعني أن مليارات الأقنعة والقفازات الطبية يتم إنتاجها وتوزيعها عالميا. لذلك لابد أن نتساءل حول مصير كل هذا البلاستيك في نهاية المطاف، خاصة مع حقيقة أن 8 مليون طن من البلاستيك تنتهي سنويا في المياه بحسب برنامج الأمم المتحدة للبيئة. ولمواجهة هذه المشكلة أطلق الكثير من المبتكرين حول العالم حلولا لاستغلال معدات الوقاية من الجائحة وإعادة تدويرها لإنتاج أدوات مفيدة كإنتاج المقاعد والأحذية والطرق المطاطية المخصصة للمشي وحتى معدات البناء للمساهمة في التقليل من أثر هذا التراكم البلاستيكي. أهمية هذه المبادرات تأتي بالتماشي مع أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بإعادة التدوير، حيث تؤكد مؤسسة إعادة التدوير العالمية أن التحول الاعتمادي على المواد القابلة لإعادة التدوير يقلل أكثر من 700 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ومن المتوقع أن يرتفع هذا إلى مليار طن بحلول عام 2030.